بتبقى يعني هي فعلا فترة الوهن زي ما تمام. بيسموها. في أمهات بتبقى جسمها لا يستطيع تخليق اللبن بالشكل الكثيف ده عشان تمام. يقدر يغطي احتياجات الطفل أول 6 شهور. في أكلات شعبية وفي وصفات شعبية وفي حاجات كتيرة. قبل ما ندخل بس في اللاكتوماكس، تمام. في فعلا أكلات معينة ممكن تعمل إضرار لللبن أو بتزود اللبن؟ طبعا كلام حضرتك مظبوط. خلينا نتفق ان لو جينا نشوف تكوين اللبن، تركيب اللبن، هنلاقيه بيتكون من كربوهيدرات وبروتينات ودهون. تمام. كل ده دايب في فلويد او في سائل. السائل ده اللي هو الميه. 90% من اللبن ميه. هو عباره عن ميه، يعني 90% انا ما بشربش ميه الفتره ميه دي فعلا. بالظبط كده. 90% من اللبن عباره عن ميه، وال 10% الباقيين اللي هم الثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليهم. طيب فمبدئيا كده السوائل دي مهمه جدا 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 في فتره الرضاعه. طوال فتره الرضاعه لازم الام تهتم جدا بموضوع السوائل، تشرب ميه كتير جدا، تشرب عصاير، كل تشرب الحاجات. لبن كمان يا دكتور؟ طبعا لازم اللبن يعني. ده يعني اساسي، عشان ايه؟ لان الكالسيوم حتى في والعظام يعني. كالسيوم، في كل المينرالز اللي موجوده فيه بتنزل للطفل في اللبن، فده طبعا مهم جدا. تمام. بعض الحاجات اللي يعني مشهوره جدا جدا اللي بتزود اللبن، الحلبه. الحلبه يمكن حضرتك يعني ده موروث شعبي من زمان جدا جدا، ان اي ام والده لازم موضوع موات. المغات والحاجات دي بالظبط كده. فده فعلا لقوا ان ليها تاثير مهم جدا جدا، شيء هايل. علشان بترفع وبتزود كميه اللبن المفرزه من عن الام طريق تأثيرها على هرمون معين يا دكتور أو حاجة صح؟ بالظبط كده. هو